ديكور أصلي لمنزل عصري. عند اختيار تصميم السلم الداخلي للفيلا لابد من الحصول على تصميم متناغم بشكل قوي مع الديكور الداخلي. أولاً علينا اتباع النمط الديكوري للمنزل مثل الأفكار الواردة بالفيديو، تعتمد كلياً على الذوق الفخم في التصميم والديكور، وأكثر ما يناسب النمط الفخم في السلالم هو أشكال الدرابيزين الحديدية وطلاؤها بالألوان ذو الطبع الفخم مثل اللون الذهبي والنحاسي والأسود، ولا مانع من استخدام الدرابيزين الخشبي والزجاجي في التصميمات الفخمة لأنها أيضاً تتناغم مع الذوق الديكوري الفخم. ومن المعروف أن الرخام يعطي مظهراً ديكورياً فخم، ولكن يجب التركيز عند اختيار نوع ولون الرخام وتنسيقه مع ديكور السلم والمنزل عموماً. بهذا نكون قد وضعنا بين يديك بعض أفكار ديكورات فخمة لدرج سلالم المنازل الفخمة، وطرحنا مجموعة من الأفكار المميزة لأجمل وأحدث الديكورات المنزلية على قناتكم المفضلة ديكور أصلي. نرجو أن تساعدكم فيما تقومون به من تجديدات أو إنشاء منزل جديد.